بخير. عم تستعد لرمضان؟ الاستعداد الصحي التدريجي لرمضان يبدأ بأنك تخفف الكافيين، خصوصاً للناس اللي بيعانوا من الصداع في أول أيام رمضان. من هلأ لازم لغاية أول يوم في رمضان نبدأ بالتخفيف من القهوة أو الشاي اللي بنشربه حتى نبدأ دخول رمضان وإحنا ما بنعاني من الصداع. أيضاً أتمنى على الناس المدخنين إنهم يوقفوا التدخين، وهذا من الاستعدادات الصحية لرمضان، لأنه بيساعد رمضان على تخفيف من الدخان نهائياً وقطعه. وآخر شيء حاولوا تبعدوا بين الأكل وتاكلوا أكل متوازن حتى تكون نظامكم في رمضان صحي وسليم.